روح الأماكن تتشكل من خلال حكايات وذكريات الناس اللي مرت فيها. من دون هاي الروح بتصير كل الأماكن تشبه بعضها وعبارة عن مجموعة من الحجارة القديمة مش أكتر. تاريخ المكان بيقوي تواصلنا مع هاي الأرواح وبيحرك جواتنا شعور قوي بإننا امتداد إنساني لأجيال وأجيال من الناس اللي عاشت فيه. بهاي الحالة بيتحول المكان ليصير كما لو أنه علاج للروح. صباح الخير. هلا. صباح يا شباب، كيفكم؟ هلا. مستعدين؟ تمام. يلا على مشوار. اليوم مشوارنا مميز. ليه؟ لأنه راح نروح لوحدة من عواصم العالم القديم. راح نروح لكنز من كنوز فلسطين الأثرية، بلد اللي حكمها الرومان والإغريق واليونان والعثمانيين. وهي البلد مرت عليها هاي الحقبات، وكل حقبة منهن تركت بصمتها فيها لباقي لحد اليوم. إضافة لعمقها التاريخي ومكانتها التاريخية الكبيرة، إحنا رايحين نتعرف على بلد تربتها الخصبة أدت لأنها تكون إحدى البلدات والقرى الفلسطينية التي تشتهر بالزراعة. مشوارنا اليوم لبلدة سباستيا. يا عيني يا عيني يا عيني سباستيا، أنت عارف يا دلال إنه معروف كتير سباستيا وعلاقتها دائما بالرومان، يعني باحتلال الروماني إلها، بس تعرفيش إنه هي مشتهرة بالمشمش. بنقول المشمش السبسطائي طبعاً. السبسطاوي هو أجود أنواع المشمش، ومعروف إنه المشمش بدخل بالأمثال الشعبية وبالأغاني الشعبية. فمنقول مثلاً إحنا جمعة مشمشية. شو يعني جمعة مشمشية؟ المشمش يثمر لمدة جمعة أو جمعة ونص بس وخلص بخلص. فلما بدنا نقول عن حالة حلوة موجودة عنا هاي جمعة شمشية، حالة العونة والفرح يعني والبلدة كلها مشتغلة، بنخلص بهي جمعة شمشية لموسم المشمش. الجمعة هاي والشغلة كتير مهمة. في قول فلسطيني بيقول من صحن المشمش لا تكمش، دور على اللوزية. وبنت الندل ما تأخذ، دور على الأصيلية. ليش؟ المشمش نوعين، نوع اللي منسميه كلابي ونوع اللي منسميه المستكاوي. الكلابي هو بذرته مرة، والبلدي أو المستكاوي هو اللي بذرته حلوة. ومين الأحسن يعني؟ طبعاً المستكاوي، وطبعاً لأنه مش بس بذرته حلوة كمان طعمه أزكى. طبعاً وربطوا هذا ب... بس مش موسم المشمش يعني، انت دائما جاهزه فلاحتنا المزارعه احلى بس جفف يسلموا، مش موسم اسا. هاي دلال كمان في غنانه على المشمش. هاي المشمش بغنوه بالايام الاعراس. مشمش لما يروح يجيب العروس بصير يحملوا المشمش ويغنوا مشمش يا زرعته. مشمش على الميه، قولوا لابو العروس يعطي نشمية. أيوة مشمش يا زرعته، مشمش على المية، قولوا لابو العروس يعطينا النشمية. ومشمش يا زرعته، مشمش ملقي وراء. ومشمش يا زرعته، مشمش ملقي وراء. مشمش يا زرعته.
نمشي. يلا ميل يا غزيل. ايوه ايوه يا غزيل ميل. وصلنا سباستيا اللي بتشرق شمسها بستاتها. تعالوا نلتقوا فيهن. احنا كثير سعيدين اني موجودين هون في نابلس، في قرى نابلس، وتحديدا اليوم في سباستيا هاي المدينه العريقه، لنغني مع بعض، لنزف هاي البلد ونحتفل فيها مع بعض. الله يخليكم، الله يسعدكم. اوف 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 يابا. مريت عدارهم حس الهرج فيها فرفح قلبي وقلت اصحابها فيها يا كاتب الورق يا كاتب الورق تبلي حواشي وسلم على البلاد لحبابنا فيها والحبايب قدامي يا يما محلى الزفه والحبايب قدامي ايوه علماني يما علماني يا سلطان العرباني علماني يما علماني يا سلطان العرباني ويا يما محلاها الزفه وصابستيا كلها قدامي يا يما محلاها الزفه وصابستيا كلها قدامي ويا يما محلاها الزفه وصابستيا كلها قدامي دار العز واحنا رجالها وهي دار العز واحنا رجالها وما بيضوي الدار غير رجالها وما بيضوي الدار غير رجالها نيالها صابستيا نيالها نيالها صابستيا نيالها نيالها صابستيا نيالها نيالها صابستيا نيالها نيالها صابستيا نيالها. سباستيا هذا المتحف الأثري المفتوح. لحتى نتعرف عليه أكثر هاتوا نلتقي بالدكتور درغام الفارس لنحكي عن عبق تاريخ هذا المكان. الدكتور درغام شكراً لك لوجودك معنا. العفو واجبي. في مشوار ستي بهاي الحلقة لتحكي لنا عن سباستيا هاي هذا المتحف المفتوح أمامنا، منشوف متحف فيه حقبات عديدة من أزمنة عديدة، احكي لنا
عن سباستيا وعن عمقها التاريخي. سباستيا بلدة كنعانية بدأ الاستيطان الزراعي الموسمي في سباستيا في حوالي 3200 قبل الميلاد، لكن سباستيا حازت على أهميتها السياسية في القرن التاسع قبل الميلاد، وتحديداً عام 876 قبل الميلاد، عندما بنى الملك عمري الكنعاني مدينة على هذه التلة الزراعية واتخذها عاصمة لمملكته اللي ذكرت في لوحة الملك ميشع المؤابي باسم يسرائيل، وهي مملكة كنعانية متعددة الآلهة بمعنى مملكة وثنية. انتهت هذه المملكة عام 722 قبل الميلاد على يد الأشوريين، ثم تتابعت الحضارات على سباستيا بعد الأشوريين البابليين والفرس واليونان. عندنا هنا البرج الهيلينستي، هذا من أشهر الأبراج الموجودة وأجملها وأضخمها من الفترة اليونانية، لأنه اليونانيين أعادوا تحصين هذه المدينة. الملك هيرودوس أطلق على هذه المدينة اسم سباستي، والتي تعني الموقرة والمبجلة. الاسم الحالي اللي بنعرفه حاليا لسباستيا هو تحريف لاسم سباستي من اللغة اليونانية من اللغة اليونانية القديمة. نعم. لاحقا في الفترة البيزنطية والإسلامية حظيت سباستيا بمكانة دينية مهمة بسبب التقاليد الإسلامية والمسيحية، بأن النبي يحيى أو يوحنا المعمدان قتل هنا في سباستيا على يد هيرودس، وأن قبره موجود في سباستيا. عن جد ما أحلاه، وشايفين بالفعل أثار في كل مكان. بنفس الوقت احنا شايفين أنه في مناطق اللي هي واضح مش ماخذ العناية اللازمة لإلها، وبنعرف طبعا انه في تضييقات كتير، فاحكي لنا شوي عن التضييقات اللي بتعاني منها. المنطقة الأثرية من منطقة الساحة او الفورم، منطقة البازيليكا لعند هون كلياتها منطقة سي، ممنوع احنا كوزارة السياحة وآثار نشتغل اي شيء فيها. احنا قمنا باعمال تنظيف لاحق قبل حوالي عام، لكن قوات الاحتلال وقفونا وطلبونا للتحقيق، طبعا ما رحنا وعملوا لنا مشاكل كثير، لافتات ممنوع نعمل، وبالتالي الاحتلال ما بيكون بعملية تطوير لهذا الموقع ولا بسمح لنا بتطوير الموقع. سباستيا تحديدا مستهدفة من اكثر المواقع الاثرية استهداف من طرف الاحتلال. طبعا احنا بنعرف انه هو احتلال احلالي هدفه الاستيلاء على الارض وتفريغ الارض من سكانها الاصليين من شعبنا الفلسطيني بشكل تدريجي من خلال تضييقات اقتصادية، من خلال اعتداءات المستوطنين. وسباستيا من أكثر المناطق أو من أكثر المواقع حاليا تعرض لمحاولة إنشاء بؤرة استيطانية فيها. الاحتلال أعلن مشروع ظاهره تطوير الموقع، لكن باطنه هو عملية استيلاء على الأرض والتأسيس بالضبط والتأسيس لمستوطنات لاحقة في المواقع الموجودة في مناطق سي. واو، ما أجمل وما أحلاك. شكرا كثير دكتور درغام على هذا الشرح الوافي، أكيد في ملان أشياء وأسرار، وهذا بحفز أكيد المشاهد أي في أي مكان إنه يجي على سباستيا ليشوف ويتعرف كمان على المكان وكمان على الإنسان وأهل سباستيا اللي منحبين كلهم. شكرا لك. شكرا جدا. بعد ما تطرقنا للتراث المادي الحلو والغزير في سباستيا، أجا دور التراث الغير مادي لنتعرف أكثر على حكاية الإنسان، حكاية وقصص هاي البلد وقصص المبدعين فيها. خليكم معنا. عمي أبو مجد السيد محمود الكايد، شو سر هل الموهبة تاعتك، الهواية تاعتك في جمع الطوابع اللي يعني مثير للاهتمام إنه أسمع ليش؟ شو فكرة الطابع؟ شو أنا صحيح من هوايتي جمع الطوابع، فبدأت من سنة 1975 لغاية الآن، يعني حوالي 48 سنة ما شاء الله. وأنا أجمع طوابع. الطوابع هي عبارة عن تاريخ، أحداث، معالم، قصص. صح، في لها قصص. كل طابع يروي قصة طبعا بطريقة. كل طابع بروي قصة وبيعكس فترة وحقبة. صح. نعم نعم. فرجينا إشي هيك انت عامله. تفضلي هناك.
انت عمي شغلتك الاساسيه مش انت مزارع يمكن قلت لي؟ انا والله عامل. عامل؟ انت جمعتهم يعني؟ انا جمعتهم من رسائل من اصحاب مثلا بيعطوني توابع. بيعطوا عندك هاي الهوايه؟ نعم. فبتقول لهم بيعطوني توابع، فبعض الاوقات بشتري توابع معينه مش موجوده عندي. واه بشتريها يعني مشترى. نعم. هواي يعني تحولت لاشي جدي. يتملكك يعني. طبعا. ما اجمل. والتوابع لها علاقه باهل سباستيا او فلسطين؟ لا. بشكل عام او ايش؟ في توابع لفلسطين، هذه توابع معظم انحاء العالم. يعني عندك كمان توابع عربيه واجنبيه وكل ما شاء الله. نعم. احلى. اذا بنطلع على كل هاي الالبومات كم من طابع جمعت؟ يعني حوالي 11000 طابع. 11000 طابع. نعم. ما شاء الله عليك جد، كل احترام لك لرغبتك بانك تتبع شغفك، وبهذا الشغف انت كمان عم تعمل، عم تحفظ موروث كيف ما كل وحده فينا عم تحفظ الموروث. هو تاريخ. تاريخ يعني. طبعا. نعم. يسعدك يا عمي ابو مجدي. شكرا كثير لك. وإسا احنا مكملين بهالقعده الحلوه، بدنا خالتي ام ايمن. شكرا. احكي لنا، يعني انت مربية بمهنتك، لكن اليوم احنا شايفين مجموعه من النساء، احنا شايفين من سباستيا وكمان من عصيره اللي هي بلدي مجاوره لسباستيا، هي احدى قرى نابلس. نعم. سباستيا وعصيره، حتى انا عرفت انه عصيره اليوم صارت بلدي تعتبر. نعم. صحيح. اكبر. وانتم كفرقه، فرقه زنار اللي جاي، فرقه نسائيه تتحدى كثير ظروف، احنا بنعرف كمان من خلال مشروعنا انه صعب، مش هوين. صحيح. ومش. نعم. دائما مقبول مجتمعيا انه فرقه نسائيه تغني التراث، وما زلنا رغم انه هذا الاشي جزء من موروثنا ومن عاداتنا وتقاليدنا منذ القدم، يعني النساء. نعم. كانت دائما تزف وتطلع تزف العروس. وانتم عم تعملوا دور عظيم في حفظ التراث من سنين، بحب تحكي لنا شوي عن كيف نشات فكره فرقه زنار وين انتم اليوم موجودين. اهلا وسهلا بالجميع. بثين ياسين، مؤسسة فرقة الزنار للتراث الشعبي والأهزاج الفلسطينية. الفكرة انطلقت تقريبا سنة 2005. كانت مبادرة شخصية مني من إلهام درويش، إنه يعني من حوالينا، من أمهاتنا وخالاتنا وعماتنا وجيراننا ومعارفنا وبعض الستات من البلد. طبعا. فالمهم جماعة ستات ومن جريات ما شاء الله. كنا تسجيل صوتي أول شيء. سجلنا أشرطة كاسيت بشكل يعني كتير. فالمهم طلع تطور العلم وحاجة شوي شوي. قلت ليش ما نطلعش كمان صوت وصورة مش بس صوت. المهم على مستوى البلد عصيرة سنة 2015 اشتركنا مع على مستوى البلدية والمؤسسات المدنية وجميع المؤسسات النسوية في البلد، اشتركنا في مهرجان الروزنا في بيرزيت. بيرزيت صحيح. اسمه العرس الزهرة فلسطين. اشتركت فيها من جميع أنحاء فلسطين، حتى من الناصر اشتركوا كمان. فأخذت عصيرة المركز الأول على مستوى فلسطين. تحية تحية فرقة زنار، يعني متمثلة في فرقة زنار. بالضبط. احنا برضو احنا مهمة وطنية، انه احنا تراثنا وحضارتنا هو قضيتنا، اللي ما له ماضي ما له حاضر. بالضبط. انتوا عم تعملوا دور كتير كتير عظيم، وهذا اللي عم تعملوه بفرجي يعني احنا بنشبه بعض كفريق، يعني ستات حافظات التراث. فيها ستي. نعم. هن بنات مدن، يمكن اسهل كان عليهن الفكره انه يطلعوا من المجتمع القروي لمحافظ اكثر، وبنات المدن بفرجوا عمق معين اللي هو مختلف عن بنات القرى، كل واحده بتفرجي مكانها وقوتها. وبما انه احنا موجودات ودائما لطالما كنت اتمنى انه نعمل تحدي هيك بين بنات القرى او الفلاحات وبين بنات المدن، هات نشوف مين دي يغلب. في هيك شيء مهاها عندكم هيك تحكي لنا اياها؟ مهاها. هي يا الفلاحات ويا حكي الحكيك. ايوه. هي يا شرش النابت في الوادي الغميق. هي في حياتي ولاتن ورجالتن ما تلبسن الا الذهب والعقيق. ايوه. هي تدعسن عركاب عداتن وتعملنها طريق. يا عيني يا عيني. في هيك بنات المدن؟ ايه. واحنا بنات المدن غيتنا جلالينا. ايوه. ايه. ونلبس التوب ونطلع على لينا. ايوه. ايه. ويا حصرتك يا عزب يوم نتلاقينا. ايوه. ايه. ينهد حيلك وما تقدر حاكينا. الله 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 الله. سمعونا اشي من التراث القروي الجميل. لا تحسبونا. لا تحسبونا سبل على الأرض مرمية. لا تحسبونا.
سعدنا جدا بهاي القعدة الحلوة، بهاي اللمة اللي جمعت قرى ومدن فلسطين مع بعض بلوحة رمزية. شكرا أبو مجدي، شكرا أم أيمن، شكرا لكل الستات اللي كانوا معانا ورفقونا من سباستيا ومن عصيرة ومن نابلس كلها اللي بنعتز فيها، ومن الناصرة اللي جيناكو، وإن شاء الله نلتقي فيكم بالناصرة، نعمل هاي الحضرة بالناصرة. يسعدك. تتوق الروح إلى ذلك المكان الذي يمكن فيه أن تتحدث بدون كلمات، ذاك المكان الذي تتواصل فيه أرواحنا مع من نحب، فمهما ابتعدنا عنه تبقى الروح موصولة في القرب والبعد، لأن الوداع لا يقع إلا لمن يعشق بعينيه، أما ذاك الذي يحب بروحه وقلبه فلا ثمة انفصال أبداً. ما يحلى
احلاك والله غيرك ما يحلاك.